السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخنا الفاضل؟ طيب الحمد لله. سؤال لو سمحت يا شيخنا. سل. زوجة كانت تأخذ من مال زوجها تعطي لأبيها دون علم الزوج. دون علم الأب. أيوه. سيما الأب أن ابنته كانت تعطيه من مال زوجها بدون علم. أشياء خفيفة ولا أشياء كثيرة؟ أشياء كثيرة. على مدار سنوات، وهو هي الآن تريد، لما علم الأب قال لها لابد أن تعيدي هذه الأموال لزوجي. طيب. لو علم الزوج أنها أخذت هذه الأموال ربما يطلقها. أيوه. فكيف تتصرف؟ كما أنها فكرت في السرقة كيف كانت تفكر في الإرجاع أيضا. كيف ترجعها وتستر على نفسها؟ ترجعها دفعة دفعة بس. هل يجوز للأب أن يعطيها المال على أنه هبة وتعطيه لزوجها؟ مش لازم تفضح الدنيا، بس ذاته قالت للزوج هذا هبة مني لك، هيكافئها مقابله، لكنها تدخله البيت كما سرقت، ترد بالحسنى بأدب بطريقة فيها ستر دون أن يعلم أن لا ملزمش، لأنه ما علم في الأولى فلا نعلمه في الـ في الـ في الـ في الثانية. جزاكم الله خير يا شيخ، ربنا ما يرضي الفضائح، يعني ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، القصد ان الحق يصل الى اهله. السلام عليكم.